صنفنا ما بين اكتر من نوع من انواع الطلاق، ولقينا ان في حاجه اسمها الانفصال بدون طلاق، انك بتلاقي زوج وزوجه عايشين مع بعض بس منفصلين. قدام الناس هم ازواج، قدام الناس متزوجين، قدام الناس عايشين مع بعض بس في الحقيقه هم منفصلين، واسمه انفصال بدون طلاق، وبيفضلوا كده فتره طويله جدا، وده ليه مساوئ رهيبه جدا 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 على نفسياتهم هما الاثنين وعلى نفسيه ولادهم. ففي الغالب الزوج والزوجه اللي بيبقى عندهم مشكلات ويقول لك هنكمل مع بعض عشان الولاد وهنفضل موجودين مع بعض عشان الولاد، للاسف الولاد اللي هم مكملين عشانهم بيصابوا باضطرابات نفسيه كتيره جدا وهم مش واخدين بالهم، ويفاجئوا بعد كده ان لا هم انفصلوا فعليا فاستمتعوا بحياتهم، ولا هم استمروا ازواج فعليا فاستمتعوا باولادهم، وبيقدروا يحصدوا نتائج اللي هم عملوه في حالاتهم النفسيه وفي سوء حالات اولادهم النفسيه. النوع الثاني من الطلاق هو الطلاق الفعلي، ان اب وام زوج وزوجه يتطلقوا فعلا، فيبقى ده طلاق معلن قدام الناس، ويمكن ده بيبقى سلطه تقديريه للطرفين، هما الاثنين بيقرروا ان هما يتطلقوا. في الغالب زي ما قلت لحضرتك ما كانش الطلاق معلن عنه اسباب الا الاسباب الاجتماعيه والاقتصاديه، لقينا ان في ناس بتتطلق عشان اسباب اخلاقيه، يعني تقول لك انا ما اتحملش ان هو قاعد بيتشات مع واحده ثانيه وانا نايمه معاه على سرير واحد، يقول لك انا ما اتحملش ان هي مطلعه اسرار بيتي لوالدتي لوالدتها لاهلها لاهله، يقول لك انا ما اتحملش ان هي على علاقه وان كانت صداقه مع زمايلها في الجامعه، لسبب من هذه الاسباب الاخلاقيه ممكن الطلاق. كذلك لقينا ان الطلاق الفعلي بيتم عشان اسباب نفسيه، اللي تقول لك انا مش برتاح نفسيا وانا موجوده معاه، ببقى طول اليوم مبسوطه بس هو قاعد معايا ببقى متضايق ما بقاش مستريح، ولما بحاول اكسر الحاجز ده بلاقي نفسي تعبت اكتر، وهنا بيكون فتره الخطوبه غير كافيه لاكتشاف الطرفين. واعتقد ان الخطوبه الناجحه دي توبيك مهم جدا، عشان بعض الناس بتفتكر فتره الخطوبه هي الفتره الاكبر للتمثيل الاعظم، فكل واحد بيمثل ان هو قد ايه كويس عشان الموضوع يتم، وده على غير المطلوب في فتره الخطوبه، انك تعيش على طبيعتك جدا فتشوف الطرف الثاني هيتحملك ولا لا، وهو يكون على طبيعته وانت هتتحمله ولا لا. النوع الثالث من الطلاق بيسموه الطلاق العاطفي، او انا بسميه الطلاق العاطفي. يعني ايه طلاق عاطفي؟ يعني تلاقي اتنين متجوزين وعايشين مع بعض قدام الناس وبيناموا في مكان واحد، ولكن ما بيحصلش بينهم علاقة خاصة ابدا، اللي هي العلاقة الحميمية، لذلك بيسموه الفراش الجاف، يعني ما بيحصلش ابدا اي توافق جنسي او علاقة حميمية جسدية جنسية تناسلية ما بين الزوج والزوجة، وهنا كأنهم عايشين مع بعض بس عاطفيا هم مطلقين، وده بيكون ليه كتير من الاضرار النفسيه على الطرفين وخاصه الزوج. النوع الرابع من الطلاق هو الطلاق الصامت، وده اخطر واسوأ انواع الطلاق الخمسه اللي انا صنفتهم في كتابي روشته زواج. الطلاق الصامت ان هم يبقوا عايشين مع بعض وقدام الناس باين ان هم اتنين سعداء او طبيعيين، وبيمارسوا العلاقه الخاصه ما بينهم، بيمارسوا حياتهم الاجتماعيه قدام الناس بشكل عادي جدا، الا ان كل واحد فيهم بيعمل ده عشان يمشي الموضوع قوي بالزقه يعني، وهنا مشاكله النفسيه بتبقى اكتر على الطرفين. اسمه الطلاق الصامت، ان هم بينهم بين نفسهم كانهم مطلقين، كانهم مش عايشين مع بعض، ولكن مصرين يكملوا بالشكل اللي فيه رياكشن فورميشن، اللي فيه تكوين عكسي للي هم بيعيشوه، يبينوا قد ايه لا احنا مبسوطين واحنا كويسين، وبابتسامات يوزعوها على الناس في المقابلات. النوع الخامس والاخير هو الطلاق الايجابي. امتى يكون الطلاق مفيد؟ لما تلاقي في وقت من الاوقات ان استمرارك في الحياه هيقلل من مدى تقديرك لنفسك يبقى الطلاق مفيد. لما الزوجه تلاقي في وقت من الاوقات ان استمرارها في الزواج ده هيقلل من ثقتها بنفسها يبقى الطلاق مفيد. لما نلاقي ان اطفالنا بقوا مصابين بفرط الحركه وتشتت الانتباه من كثر الطاقه السلبيه اللي متوزعه في البيت يبقى الطلاق مفيد. لما نلاقي ان كل واحد فينا بقى مش قادر يعيش مع الطرف الثاني ولا يتحمل وجوده يبقى الطلاق مفيد. لما كل واحد يتفنن في ان هو يطلع عيوب الطرف الثاني اللي حواليه يبقى الطلاق مفيد. لما كل واحد ينسى كل حاجه الثاني عملها كويسه يبقى الطلاق مفيد.